كنا بنتكلم عن العلاقات الاقتصادية ما بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي. التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي في حدود 26 مليار دولار، هل حضرتك بتعتقد أن هذه الأرقام ترقى للمستويات المطلوبة؟ طبعا بلا ادنى شك ان اي نوع انواع التبادل التجاري ممكن يتحسن ويزداد تحسنا. احنا بنتكلم 26 مليار، اغلبها جانب الاستيراد من مصر من الاتحاد الاوروبي، يعني الميزان التجاري لصالح الاتحاد الاوروبي بشكل كبير جدا. العجز بيننا يعني هم تقريبا 70% من المبلغ ده عباره عن واردات من الاتحاد الاوروبي، و30% عباره عن صادرات مصريه بتتمثل في حصرات زراعيه، صناعات جلود، بعض المواد الخام المستخدمه في صناعه الادويه وبعض الادويه بالفعل. اوكي، هذا التبادل التجاري لابد ان هو يتحسن، لان النهارده اي ميزان تجاري في عجز من ناحيه احدى الدول وفائض من دوله اخرى، لابد ان الاقتصاد الحديث تعمل هذه الدول على تحسين التبادل التجاري بحيث تصل الى نسبه التعادل. معنى هذا الكلام احنا محتاجين من الاتحاد الاوروبي نطور الشراكات معاه بحيث يبقى عندنا كم كبير جدا من الصادرات المصريه نستطيع ان نوفرها للاتحاد الاوروبي. ما نوع الاستثمارات المصريه التي يمكن ان يكون لها ثقل في السوق الاوروبي؟ عندنا من افضل الاستثمارات المصريه ممكن تتعامل مع الاتحاد الاوروبي فيها صناعه الاثاث. صناعه الاثاث بتعتمد اساسا على ايد العامله في جزء كبير منها، بالذات الاثاث الفاخر. فاذا احنا عندنا ايد العامله في مصر تعتبر ايد عامله رخيصه. معنى هذا الكلام ان احنا ممكن نستطيع ان احنا نشجع صناعه الاثاث ونرفع من الكفاءه بتاعتها عشان نرفع تصديرها. الجزء الاخر المهم جدا الكفاءه، العماله المدربه. العماله المصريه المدربه بتلقى قبول، تلقى رواج في السوق الاوروبي، سواء عن ايطاليا، سواء المانيا، سواء بعض دول اوروبا الاخرى. بتتكلم عن تصدير العماله اذا؟ تصدير العماله، ومن ناحيه اخرى استيراد بعض الصناعات الاوروبيه وتصنيعها في مصر هنا بكلفه اقل من صناعتها في اوروبا نفسها. يعني تكلفه العامله تكلفه ايد العامله مختلفه جدا. اوروبا النهارده ما بتستهدفش فقط مصر، تستهدف المنطقه العربيه وافريقيا. اذا استطعنا ان احنا ننجح في ان احنا نعمل نوع من انواع التبادل زي ايجاد منطقه حره صناعيه او منطقه حره صناعيه افضل عشان خاطر تنتقل الصناعات الاوروبيه الى هذه المنطقه في مصر ثم منها إلى العالم بالكامل كمنتج كامل. ده في الحقيقة كان أحد محاور أسئلتنا، خاصة أنه في مناطق صناعية أطلقت زي المنطقة الصينية وأيضا منطقة الصناعية الروسية، يعني بدأت الخطوات التنفيذية. حضرتك شايف أنه بالفعل يمكن أن تكون هناك منطقة صناعية أوروبية على غرار المناطق الأخرى؟ ده بالتأكيد، بالعكس ده أوروبا أقرب. ليه؟ احنا النهارده عندنا تحالفات قويه جدا بين الحكومه المصريه وبين شركه سيمنز بالذات في مجال الطاقه والطاقه المتجدده. عندنا تحالفات قويه بين مصر وبين ايطاليا في شركه ايني والتنقيب عن الغاز. عندنا تحالفات قويه بين مصر وهولندا في شركه شل. يعني اذا احنا عندنا اوريدي تحالفات وشراكات قويه مع دول كتير جدا في الاتحاد الاوروبي. يبقى مش هنجد صعوبه في اطلاق منطقه صناعيه حره بالتعاون مع دول الاتحاد الاوروبي. دول الاتحاد الاوروبي من الدول المصدره للتكنولوجيا، واحنا محتاجين تكنولوجيا زي ما الصين بتصدر تكنولوجيا. في انواع مختلفه من التكنولوجيا بتقتصر على الاتحاد الاوروبي. لو احنا نجحنا ان احنا نوجد هذه الصناعات او نقنع الاتحاد الاوروبي بانشاء منطقه صناعيه حره نوفر فيها هذه الصناعات التكنولوجيه، هتبقى بالنسبه لنا قفزه كبيره جدا للاقتصاد والتعاون المشترك بيننا وبين بعض، حجم التبادل التجاري المشترك بيننا وبين بعض. لو بصينا حجم التبادل التجاري مش بس بنتكلم عن مصر، احنا بنتكلم عن العالم العربي بالكامل. هنجد ان حجم التبادل التجاري الاوروبي مع المملكه العربيه السعوديه بيصل تقريبا الى 184 مليار ريال سعودي. طبعا في اغلبها واردات نفط من الاتحاد، من صادرات نفط من المملكه العربيه السعوديه الى دول الاتحاد الاوروبي، وواردات مواد مصنعه بالكامل. برضو هذا الميزان التجاري ممكن تحسينه، يعني اوروبا حريصه زي ما احنا حريصين احنا نحسن الميزان التجاري بالنسبه لنا. من ناحيه لصالح مصر، اوروبا حريصه تحسن الميزان التجاري لصالحها هي في التعاون مع دول شبه الجزيره العربيه.